هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع منتخب مصر للشباب اللي تعادل سلبيا مع المنتخب الموزمبيقي في المباراة اللي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب اللي بتستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير ولحد 11 مارس. ومن ناحية تانية أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب أنه راضي عن أداء اللعيبة قدام موزمبيق وأن الفراعنة ضيعوا فرص سهلة كتير، وأكد أن الفريق كان محتاج شراسة هجومية علشان يسدد وكنا محتاجين توفيق في المباراة. قال كمان أن الفريق عمل مباراة طيبة، في المباريات اللي جاية كمان هتكون اللعيبة بشكل أفضل. أما داريو مونتيرو مدرب منتخب موزمبيق للشباب أكد أن فريقه واجه منتخب قوي ومنظم وفي لعيبة جيدة، وقال مونتيرو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: واجهنا صعوبة في المباراة لكن دفعنا بشكل جيد وحاولنا تكون النتيجة في صالحنا لكن ما نجحناش، وأول حاجة قمنا بيها هو احترام المنتخب المصري أنه فريق قوي ومنظم. بعد انتهاء المباراة حصد أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب منتخب الشباب جائزة رجل المباراة شباب منتخب مصر قدام موزمبيق بعد ما قدم أداء مميز في اللقاء الافتتاحي للبطولة. فريق فيوتشر اتعادل مع بيراميدز بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسجل هدف بيراميدز محمد حمدي وتعادل محمد غنام لفيوتشر. نروح معاكم لمباريات الدوريات الأوروبية وهنبدأ مع الدوري الإنجليزي، وحقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الفوز على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبيحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، وفريق ليستر سيتي في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة. حقق فريق توتنهام الفوز على وستهام بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت على استاد توتنهام ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبيحتل فريق توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وستهام في المركز 18 برصيد 20 نقطة. في الدوري الألماني حقق فريق بروسيا دورتموند فوز كبير على فريق هيرتا برلين بنتيجة 4-1 في اللقاء اللي جمع الفرقتين ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الألماني. بالنتيجة دي بيحتل بروسيا وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 43 نقطة، وهيرتا برلين في المركز 17 برصيد 17 نقطة. في الدوري الإيطالي فاز فريق يوفنتوس على فريق سبيزيا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي، وبكده يوفنتوس في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، وسبيزيا في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة. في الدوري الفرنسي فاز فريق باريس سان جيرمان على فريق ليل بنتيجة 4-3 ده ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الفرنسي. بالنتيجة دي رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 57 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتجمد رصيد ليل عند النقطة 41 في المركز الخامس. نانت الفرنسي المحترف في صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد خسر من فريق لانس بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي، ووقف رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ولانس وصل للنقطة 49 في المركز الرابع. ونختم مع الدوري الإسباني ونادي برشلونة اللي بيواصل انتصاراته في المسابقة وآخرها الفوز على قادش 2-0 ضمن الجولة الثانية والعشرين. بالنتيجة دي رفع برشلونة رصيده ل 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الثاني، وحقق فوزه السابع على التوالي وال 19 في الدوري الموسم ده.